صباح النور البنات، شنحوالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وبصحه، وان شاء الله ما نسمع عليكم كل الاخبار الباهيه. رجعت لكم في فيديو جديد. هاكا فقت لقيت امي حضره الفطور، عملت قهوتي وبرا، حبيت هكا نصور لكم شويه بالاجواء بطبيعتها وبكل بساطه وبكل معناها كيما هي. ما حبيتش لا نركز ياسر في التصوير ولا ركع حتى ولا اكثر، كيما كانت موجوده صورتها. اما قبل ما نبداو ديما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هكا صورت لكم مينوشه زاده جاي تفطر حتى هي. من بعد شربت قهوتي، عمرت مخي ساعه قبل كل شيء، وديما قعدت الصباح معك القهوه حتى ربيع ساعه تعمل عليها بون كيف، ومن بعد تشوف شنو ناقصك، شنو باش تعمل، شنو برنامجك حصيلو. تشوفوني شنو عملت بالضبط البنات. كي نجي لدارنا ماذا بيا ديما نقضي ونعاونها شويه في قضيه الدار وفي تخريج معناها الميناج الكبير حصيلو. نحب ديما ونجي ما نرتاحش هكا، نعاونها ماذا بيا الماكسيموم حصيلو. ما عندهاش هي بنيه اخرى في الدار وحدها، لذلك ونجي ماذا بيا نقضي بزيد. هاكا البنات خرجت الصلاة كيما شفتوا من الاول، لا اله محمد رسول الله. بتنا في الصالة انا والصغار، والصباح دوب ما فقط خرجت الكوبرتات للشمس، ومن بعد خرجتها الكل، خرجتك الزربية وخرجت الحصيرة معاها. ديما ماذا بينا نحط الحصيرة تحت الزربية، اولا الدنيا باردة، وثانيا اقل غبابر على الزربية ديجا مش نغسلها، لقيتها كلها غبره باش نغسلها. كنتو تشوفوا معايا صورت لكم كل شيء. بعد البنات صلحتها، ومن بعد باش نمسحها. الفواح ما نحبش نحطه في الماء، معناه نمسح بيه ديريكت، نصب على الزليز هكا تبقى الريحه خير واقوى زيدة. البنات قاعده نمشي هكا، علاش ممكن تشوفوا صوتي كاني نلهث ولا كاني نجري، نستغل في الوقت باش يهبط الفيديو بكري. لا اله محمد رسول الله، ديما وننسى حاجه نقول لا اله محمد رسول الله. حسيلي البنات هاكا مسحتها المسحه الاولى والثانيه والثالثه، ديما عارفش علاش نمسح ونعاود نمسح ونعاود حسيلي. ومن بعد باش نمسح الموبل صورت لكم شويه برك مش برشا، معناها ما حبيتش نطول برشا في الفيديو. نحب ديما الفيديو يكون تنشيتي ويكون محفز ليكم باش تقوموا وتقضيوا اليوم. نهير شمس محليه على الاخر، طقس ربيعي بامتياز. ممكن هكا فما شويه هواء، اما معناها شمس بالبدا. هاكا البنات كملت المسحه تو هذيك تقريبا الثالثه. ديما نمسح من الاول مبلول طرف على الاخر، ومن بعد نبدا ننشف. وتوا جبت طرف وحطيت شويه لجاكس وباش نمسح الموبل الكل، والتلفزه مسحتها باللونجيت، حاولت معناه اللونجيت هكا تشيح شويه وبعد مسحت بها. هاكا قريب نمسحها، راني مسحتها الكل. لما صورت لكم شويه برك كيما قلت لكم، راني ما نحبش نطول برشا في الفيديو باش ما يكونش ممل وطويل. البنات كان وصلتوا لهنا ما تنساوش الجيم والكومنتير، محليكم بالحق ومحلى كومنتاريتكم، وقديش تعطيوني طاقه ايجابيه وتخليوني ديما قويه باش نكمل. محليها الناس الباهيه واللي قلوبها باهيه وتتمنى لك الخير ما غير ما تعرفك. نحبكم الكل، وربي ان شاء الله يدوم عشرتنا. ان شاء الله ما تشوفوا مني ديما كان الخير بالحق، يفرحوني برشا الكومنتارات. راني حتى كي ما نجاوبش راني ما شفتوش ولا تلهيت، من بعد ديريكت نرجع نجاوبكم الكل بدون استثناء. حسيلي البنات هكا كملت بعد ما شاحت الدنيا، شاحت الكل الصالة، وكملت مسحت الموبل الكل. رجعت مش نفرشها، معناها حطيت لها الحصيرة وباش نحط المرقومة ذاك، مانيش باش نحط زربية. الزربية حبيت نغسلها بما انه شمس اليوم، والله ما خديتش مني برشا وقت. كتشوفوا البنات اذان الظهر الاول، معناها مع نصف النهار ونص كملت كل شيء. فقط ماهوش بكري برشا، اما في ساعه في ساعه خف لف وكها وتحط بالك في القضيه، في ساعه في ساعه تكمل. وبالحق ولا محفز اني نهبط الفيديو بكري كاني ماشيه نخدم. حسيلي ربي يعين الناس الكل. كملت الصاله، فرشت حتى لها المرقوم، سكرت الشبابك، رجعت الريدوات، وتوا باش نمسح الكلوار. بتبيع راني البيوت الاخرين كملتهم، زاد بيت النوم وبيت اخرى وزوز بيوت اخرين كملتهم، وتوا باش نمسح الكلوار ومن بعد باش نسيق الفيراندا.
كيما تشوفوا هكا الكلوار عملت له المسحه الاولى بالطبيعه، ديما يكون الطرف مبلول برشا، ومن بعد النشف يكون طرف معناها نعصره بالكدا كاني باش ننشف. وبالنسبه للفيراندا فيها برشا، خاطر هي في جاي معناها جردة، فيها برشا برشا سيجار والكل، يتيحك الاوراق نتاعهم تتعبى الفيراندا، دبي يجي هواء تتعبى هاكا. البنات باش نسيقها شويه بالماء، معناها عملت ستايل صغير ماء اكها باش نحي بيها الغبره والاوراق نتاع نتاع السيجار، ومن بعد باش نحكها، معناها مش نعملها تسيقه باهيه. التسيقه الاولى ما حبيتش نصلحها، قلت خليني ستايل ماء وكها، من بعد نحط لها التسيقه باهيه البرودوي وشويه جافيل، ونسيقها بالكدا بالكدا ونمسحها بالطبيعه باش تشيح. وفي صافي راهو القضيه، كيما قلت لكم لازمها نشاط وحيويه، لازمكم تقوموا في فورما، تكملوا قضيتكم الصباح. كان بعد حبيتوا تخرجوا هكا تستغلوا الطقس شمس، تخرجوا صغيراتكم يتفرهدوا، تو جات العطله، هي عطله مراجعه نورمالمون، اما ما فيها باس كي نخرجوهم هكا يبدلوا جو شويه حتى يتمشوا، معناها مش لازم حاجات اخرى. لله محمد رسول الله. البنات هاكا نكمل قضيتي بكري، من بعد اللي تحب عليه تعملو، كانك باش تخرج، كانك باش تلهي بروحك، كانك باش تقري صغير، تستغل بقيت النهار، وراني باش نطيب وباش نعمل كل شيء. هاكا تو حطيت لها البرودوي وجافيل، وباش نسيقها بالكدا تسيقه تسيقه. ديما نحب كي نخمل نحب نستعمل الماء برشا، ما نحبش نمسحه برا ولا نصلحه برا، لازم ديما نحب هكا التسيق، ونحب تزقزق الماء. ما نحكي لكمش في الصيف راهو يوميا نسيق، يوميا ساعات صباح وعشية، مرة نمسح مرة نسيق، الصباح هكا نمسح ولا العشية نسيق، كل واحد كيفاش متعود. هاكا البنات هذيك التسيقة معناها الباهية، ونكمل بالطبيعة نجبدها بال بالسلاتة ولا بالراكليت ونشفها، وندخل نطيب الفطور معاكم، باش نغسل الزربية قبل ومن بعد نطيب الفطور. اما الحق البنات الفطور باش نطيبه امي، اما صورت لكم كل شيء تقريبا، كل شيء صورته، عندها روز بنين 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 على الاخر. ان شاء الله ربي يفضل لكم ميماتكم، واللي امها متوفيه ان شاء الله ربي يرحمها، وربي يجعلها من اهل الجنه يا ربي. هاكا البنات كيما شفتوا كمل كل، نجبدها بالراكليت وقلت لكم نمسحها، وباش نعاود نمسح الكلوار خاطرني مشيت وجيت بقات معناها البلايص نتاع المشي نتاعي هكا، علاش نعملها مسحه خفيفه. ومن بعد نمشي ونغسل الزربيه، لقيتها ياسر مغبره قلت خليني نغسلها. والبنات كيما قلت لكم ندلل عليكم، تخرجوا في الفيديو للاخر، واللي مش مشتركة تشترك وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسيوش الجيم زيد، هذاك محفز كبير باش يطلع الفيديو وباش يشجعني في نفس الوقت. ان شاء الله يا ربي نكملوا على 2000 مشترك قريب ان شاء الله يا ربي، اللي عند ربي مش بعيد، واللي عمر على ربي ما يخيبش. هاكا البنات كيما تشوفوا، واي وحده تعاون ولا اي وحده حتى في الدنيا، ديجا حكيت عليه الموضوع قبل، ديما كي نعاونوا بعضنا راهو عنده اجره عند ربي، وراهو ما يضيع حتى شيء عند ربي، حتى هكا مثقال ذره راك باش يجازيك ربي خير عليها. وان شاء الله ربي يحنن قلوبنا على بعضنا، والبنات اللي مامتها موجوده ابوها موجود ما فيها بيس، ديما تتفكرهم تسالهم شنو ناقصهم، حاول تسمعهم تشوف شنو مشاكلهم شنو مقلقهم، استغلوا الوقت الاكثر وقت ممكن تعديوه معاهم، راهم ما تعرفوش على الدنيا وما تعرفوش على الوقت شنو مخبي، معناها ديما خليكم خذوا برشا وقت معاهم. والله البنات قد ما نقعد في دارنا، راني كل جمعه نمشي وقد ما نقعد فيها ديما نحس روحي ما شبعتش بالقعاد وما شبعتش منهم، ياسر نحس روحي متعلقه بيهم على الاخر اكثر ما تتصوروا في بالكم. ان شاء الله ربي يفضلهم ان شاء الله يا ربي، ربي يحميهم وربي يطول في عمرهم، وربي يرحم كل ام متوفيه وكل بو متوفي. هاكا البنات وصلنا للزربيه باش نغسلها، رنختها راني من الاول بالماء هكا هاو، من بعد بديت نصب في الماء اني نصب وهي تشرب حسيلو هاكا تشوفوا صبيت برشا ماء، وباش نحكها حطيت شويه صابون سائل
وريحته بنينه بنينه على الاخر، ان شاء الله تو نصوره لكم. والله بنين ويعمل رغوه مش نورمال. تو نصوره لكم، نسيت ما صورتوش، اما ان شاء الله نتفكر ونصوره لكم. نوعيته طيار على الاخر وريحته بنينه وعجبني برشا. تقريبا طلب 20 دينار تقريبا هكا، مانيش متاكده خاطر امي شريته مش في داري معناه. وللمعون تستعمل اليسه ذاك البيدول الاخضر، زيد محليه ريحته بنينه وزيد يعمل برشا معناها رغوه والكل باهي. ماذا بيكم الزرابي بصفه عامه كي تغسلوهم، اغسلوا بالشامبوان ولا بصابون سائل ولا حاجه هكا، ما تحطوش جافيل، جافيل يهلكها ويبرد اللون. وخليتها تتسقطر بعد روليتها بعد ما كملت حكيتها بالمصلحة، ومن بعد بالسلاتة ولا كيما خاطر الاسماء تختلف ولا راكليت. قد ما تجبد كان فيها شعر فيها تفش كل يخرج. بعد صبيت عليها المي، شللتها بالكدي بالكدي، ما عندش فيها حتى رغوة، وروليتها وخليتها واقفة باش بعد تخف هكا، معناها نجم ننشرها بسهولة خاطرها رزينة وما نجمتش وحدي بكلها مي تندبل، خليتها لين تسقطر بالكدي بالكدي. شفتوا البنات كي بدات تنضاف، وتو قلبتها على الوجه الثاني، ما صورت لكمش الكل، قلبتها على الوجه الثاني زاد حكيتو بالقدي، نظفتها جاتها تنظيفها تعملي الكيف بالحق، نظفتها نظفتها. وتعرفوا كي تحط لها اي برودوي تشد برشا البرودوي فيها، الزرابي بصفه عامه ولا كوبيرتيت ولا الكويت يشدوا برشا هكا، علاش قد ما تصبوا عليها الماء وقد ما تشللوها وتحسها تبقى فيها. وسيري ان شاء الله ربي يبارك لها، ان شاء الله ربي يفرحها كما فرحتني، ربي يرزقها بالذريه الصالحه عاجلا وليس اجلا، يا ربي يرزق كل وحده محرومه، ربي يرزقكم بالذريه الصالحه واللي عندها صغيرات ان شاء الله ربي يفضلهم لها، وربي يحفظهم وربي يعيننا على تربيتهم باش يكونوا صالحين، وديما نعلموا صغيراتنا القيم الباهيه خاطر تو بصراحه في وقتنا ذايا ياسر تبدلت الدنيا، ما عادش احترام، ما عادش القيم، ما عادش الصغير مش كيما تربينا احنا كيما هما تو. ديما حاولوا ارسخوا فيهم القيم الباهيه اللي تربينا عليها، تحترم غيرك، حاجه مش متاعك ما تمسهاش، حتى كان تبدا متاع امك متاع ابوك متاع اخوك ديما قول له ما تهزك الحاجه كيما تشاور، اسئلة معناها تبعثهم يطلوا على دار عزيزهم ولا دار جدهم، كل واحد كيفاش يقول، معناها ديما نحاول ماكسيموم نزرع فيهم القيم الباهية باش نهار اخر صغيرك تربحوا الساعة، وباش زيد يكون يفيد في المجتمع، وباش نهار اخر يجيك منه دعاء الخير يقول له يرحم والديك على التربية. ان شاء الله ربي يهدي صغيراتنا وربي يجعلهم الذرية الصالحة يا ربي. كيما تشوفوا البنات امي سبقتني، بديت تحضر في الروز، اخلطت في الاخر باش نصور لكم، حطت فيه المعدنوس والسلق والبصل وشويه سكالوب قطعتها جويده، الدجاج هو مش سكالوب معناها مشري، صدر نتاع الدجاج، وفوحت بتابل وكرويه وشويه ثوم هاك تشوف سنينات مش برشا، شويه كليل مرحي، شويه كركم، وشويه فلفل مرحي، فلفل اكحل، حسيلو نعناع شايح، حسيلو فوحوا باللي تحبوه. وبالنسبه للفاح اقروا حسابكم راكم باش تفوحوا المرقه نتاعو زاده، معناها كي تفوحوا حطوا الكميه قسموها على زوز، وهذيك السفنيري البنات هكا تقص فيها، كان عندكم حمص حطوا حمص، كان عندكم جلبانه حطوا بجلبانه ابنا بصراحه، اما ما كانش عندها جلبانه هكا علاش ما حطتش، اما نورمالمون نحطوا فيه جلبانه يجي بنين بنين على الاخر. والله البنات حتى كي من هكا راهو جاي بنين بنين، ما نعرفش هي ما كلت لهم ديما ابن، مهما نطيب ومهما نفوح ونحط فيها ما نحط ديما نحسها ما كلت امي ابن، وهي حتى من غير ما كلت امي جاي بنين برشا الروز نتاعها، وعطيتكم الطريقه بالضبط كيفاش عملته. شفتوا البنات هاكا، والروز غسلته قبل بالقدي 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 حتى لين يتنحى اكن شيء منه، لازم يبدا ما فيش شيء معناها الماء نتاعو ولا
عادي ما في شيء انشاء. توا حطت الدجاج في الطنجرة وقصت بصل وحطت الزيت، وباش تحط الطماطم حطت تقريبا 3 مغارف طماطم، 3 مغارف تاع ماكلة تقريبا طماطم. قالت لي وريهم الحكة، راني نستعمل كان سيكام. قلت لها رانا نعمله في شهر بلوشي للسيكام. قالت لي لا وريهم، راني نحب نستعمل كان سيكام خاطر ماكلتها بينا. هاكا خذيت بخاطرها وصورت لكم الحكة نتاع السيكام. توا البنات قال لي واكل الطماطم شويه، من بعد باش تزيدهم الملح والكركم وشويه فلفل اكحل، وكيما قلت لكم لفاح قسمته بين الروز وبين المرقه نتاعو. كان تحبوا تحطوا هريسه ولا هروس ولا فلفل الشايح اللي مستانسه ديما كان طيب نحط منه حطوا. كان الحمص حطوا تو الحمص ما تحطوش مع الروز، كان جلبانه حطوها مع الروز ما تحطوهاش في المرقه في ساعتين خاطر الجلبانه. هذيك البنات الكركم والفلفل الاكحل، وحطت الفلفل المرحي وتوا باش تمرق. قلت لكم ضروري تمرقوا بالماء السخون. اوكي البنات توا باش تحط الماء السخون وتخليه ما تمرقوش برشا، معناه خليوه مرقته تجي كونسنتري هكا. من بعد كان المرقه طابت والروز مازال ما طابش، تفرغوا المرقه في كسرونه اخرى وتحطوا في عود المرقه ماء، تكملوا طيب الروز على الماء. والمرقه تجي كانها صوص مقرونه في الاخر، معناها شويه برك. هذاك الملح البنات وكان سيد حتى توا الملح. توا بعد ما صورتش كيفاش مرقت، ما نعرفش الفيديو وين مشي اللي فيه كيفاش مرقت. حطت الروز يطيب، ومن بعد ما يفور تاخذوا مك المرقة وتسقيوا بها الروز، تشبعوه وتخليوه يرتاح شوية هكاك درجين وترجعوه يطيب. راهو في ساعة يطيب لكم ويجي بنين بنين ما نحكي لكمش. توا لقيتها زادة بدات في تحضر في البريك، هاكا صورت لكم شوية في الاخر. هذاك علاش خلطت، حطت البطاطا المصموطة ومعدنوس وشويه بصل وفحات كركم وملح وفلفل اكحل، وفي الاخر قصت فيه شويه جبن هكا معني هكا المثلثات. وجيت توا باش نعاونها في البريك، هذاك علاش خلطت باش نعاونها. ما عجبنيش البريك الحق، ماهوش باهي ياسر مقطع وماهوش باهي، معناه تحسو قديم شويه. باش نقلي معاها البريك ومن بعد نصور لكم دبارتنا كيف جات. والله بنين 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 على الاخر الروز، ونودكم نشهيكم ان شاء الله قسمكم في الجنه. وان شاء الله عجبكم الفيديو نتاع اليوم والروتين بالحق بكل نشاط بكل حماس وحيويه وكل ما بعضهم، والماكله زاده بنينه. نستنى منكم برشا كومنتيرات وبرشا تشجيع، وان شاء الله يا ربي تكبر عائلتنا ومنشوفوا من بعضنا كان الخير وكان الكلمه الباهيه وكان النصيحه الباهيه. هذه البنات دبرتنا سي بون، حضر حضر فطيرنا بسم الله وما شاء الله. نودكم منشهيكم وربي يديمها نعمه من رزق الحلال ديما، خاطر رزق الحلال ابن برشا. ان شاء الله ربي يبعد علينا الحرام وربي يرزقنا الصحه وراحه البال. ونتمنى لكم البنات راحه البال والصحه الدائمه، وربي يخليكم ليا وبسلامه.